احتفال أسطوري آخر تشهده دبي وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي واسع بمناسبة افتتاح برج دبي الذي بات يوصف بأنه أعلى ناطحة سحاب في العالم. تتخلل حفل الافتتاح عروض ضوئية وصوتية إلى جانب الألعاب النارية. يبلغ ارتفاع هذا البرج نحو 800 متر متجاوزا برج تايبي في تايوان، غير أن الارتفاع النهائي للبرج أبقي طي الكتمان حتى انطلاق مراسم الاحتفال بافتتاحه رسميا. يضم مجمع برج دبي فندقا فخما ومئات المكاتب والوحدات السكنية، إضافة إلى محال تجارية ومطاعم ومراكز تسوق داخلية. يمكننا إعطاؤهم شهادة تقدير على هذا الإنجاز أو الرمز الهندسي، إنه الأعلى على مستوى العالم ويعكس الزخم الاقتصادي الذي تعيشه دبي منذ عدة سنوات. لقد اتخذوا خطوة جريئة ببنائه وأنجزوا شيئا مهما هنا. تشييد هذا البناء يعني شيئا معاكسا للحديث عن التراجع في سوق العقارات. من الواضح أن برج دبي ربما يمثل رمزا للازدهار العقاري في دبي، ولا بد أن ينعكس إيجابا على سوق العقارات في هذه الإمارة. ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات السكنية لمالكها خلال هذا الشهر، حيث يتوقع أن يستوعب 12 ألف عائلة تستغرق عملية إسكانها من 6 إلى 7 أشهر وفقا لتقديرات بعض القائمين على إدارة البرج. افتتاح برج دبي يأتي بعد أسابيع قليلة من اندلاع أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، حيث طلبت هذه الإمارة من دائنيها إعادة جدولة قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار في إطار خطة لإعادة هيكلة 2 من شركاتها العقارية، الأمر الذي أثار حينها قلقا لدى العديد من البورصات والأسواق المالية في العالم. أنور العنسي، بي بي سي.